أسلوب عمل في الجزائر التي نبنيها معا. كما أن تقريبا كلمة ترحيبية ويقرأ علامة ربما أقول يعني الحصائل التي قدم وما برز منها من عمليات تكامل. رهاننا اليوم الحقيقي هو الوصول إلى إرضاء المواطن وترسيخ ثقافة خدمة المواطن لدى كل الأعوان العموميين. أود أن أشد على أيديكم جميعا ونحن في هذه المناسبة الطيبة للعمل بحزم وعزم كفريق واحد لرفع مستوى الخدمة العمومية ونوعيتها بغية إرضاء المرتفق وأن نكون في مستوى تطلعاته باعتباره المرجع الأول لنجاح عمل الإدارة ومن ثم نجاح السياسات العمومية وفعاليتها، وذاك هو الهدف المنشود.